السلام عليكم متابعين قناة سما سبورت. نتائج مباراة الدوري السوري المرحلة 18 بهذا الفيديو إن شاء الله تعالى راح نشوف النتائج كلياتها، وطبعا كان في مهرجان الأهداف، وأيضا راح نشوف بآخر هذا الفيديو سلم الترتيب. قبل ما أبلش موضوعنا، في سؤال من الأخ محمد صار مرتين عم بيسألني هذا السؤال، وأنا آسف لأني ما رديت عليك، تأخرت بالسؤال، ما جاوبتني على سؤالي من وين عم بتجيب أخبار الدوري السوري. تحياتي لك أخي محمد، وأنا آسف كمان لأني تأخرت عليك بالجواب. شوف، شايف الصورة هاي على الشاشة؟ أنا بجيب الأخبار من هاي الصورة. هذا الصورة من اللي بجيبها من الصفحات الرسمية، مشان يكون دائما الفيديو هذه موثقة وأخباري نظامية، قد يكون فيها بعض الأخطاء أو بعض الخربطة، ولكن الأخبار اللي بجيبها دائما من الصفحات الرسمية، صفحة اتحاد كرة القدم، صفحة اتحاد الرياضي العام، ومن إذاعة صوت الشباب. شايف الصورة هاي؟ عبارة هي عن صورة عادية، يعني هون العاتق على دور الناقل الخبر، كيف بيعطي أهمية الخبر. وأنا والحمد لله بعطي الخبر كل طاقتي وكل ما عندي. عبارة هي عن صورة، شايفة أنت حضرتك الخبر اللي بينشر الاتحاد السوري لكرة القدم، فقط بينشر صورة مصورة على التليفون جدول مباراة الدوري السوري. وأنا الحمد لله بحط شوي هيك مثل ما بقول شوية بهارات، وبحط هيك مونتاج بظبطه. المتلقي او اخواننا المتابعين بشوف الخبر هيك، يعني له لذيه او له شيء خاص، يعني احسن ما يتابعوا الخبر والله بوست الاتحاد مع فلان، الكرامي مع حاطين هيك الخبر، يعني شوي معد. اما تجي تنقل الخبر كفيديو بدقة عالية، وإن شاء الله فيديوهات تعجبكم، مشان ما نطول عليكم مباشرة ندخل لموضوعنا، نتائج مباراة الأسبوع الـ 18 من الدوري السوري الممتاز. وراح نبدأ بأول مباراة، فوز الاتحاد على الجبلي 4-0. سجل أهداف نادي الاتحاد محمد ريحانية، سامر السالم، ومحمد العنز، وأحمد الأحمد. بهالنتيجة مثل ما حكينا تنتهي المباراة 4-0 لصالح نادي الاتحاد، وهاد تاني مرة الاتحاد حقق نتيجة إيجابية. بالأسبوع الماضي مثل ما ذكرنا بالفيديو الماضي ربح على الشوطة 2-0، وبهالمباراة ربح 4-0. طبعا فريق الجبلي بالشوط الأول ما كان له لا حول ولا قوة، تخبط بالفريق، تغيير ما بعرف بالأسبوع الماضي، لهالأسبوع كان في تشكيلة متغيرة وتشكيلة جديدة، يعني ما بعرف الفريق جبلي لازم يدارك أموره، لأني ما ظل شيء على مراحل الدوري، يعني راح يكون واحد من الهابطين للدرجة الثانية. فإذا ألف مبروك لك لعشاق نادي الاتحاد، وهارد لك لعشاق نادي جبلي. فريق الاتحاد شفناه إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع الماضي حقق نتيجة إيجابية، وبهذا الأسبوع كمان حقق نتيجة كتير عالية. تصريحات الكابتن محمد عقيل مدرب نادي الاتحاد لا الكابتن والإعلامي سعد غلاونجي مراسل إذاعة صوت الشباب في جبلة. الكابتن محمد عقيل صرح للإعلامي سعد غلاونجي، سألوا طموحك تكون مركز الرابع، أحد المراكز الرابعة يعني. الكابتن محمد عقيل بكل ثقة جاوبه: طموحي أكون بطل الدوري. طبعا كلام محمد عقيل مع حفظ الألقاب للجميع، البطولة لسه، الدوري لسه بأرض الملعب، ما في شيء انحسم، خاصة اليوم بعد نهائي القمة راح نحكي عنها إن شاء الله تعالى. كل شيء محتمل، قد الاتحاد يكون البطل، قد يكون الجيش، قد يكون نادي حطين. فإذا ألف مبروك للاتحاد، وهارد لك لجبلة، لازم يتدارجوا الأمور، أسابيع قليلة راح تنتهي الدوري. يا عشاق نادي جبلة، التموا على ناديكم، ناديكم في أزمة حقيقية. لاعبين لعبوا للقميص، لعبوا للشعار، لأن إذا نزلتوا على دوري الدرجة الأولى سنة كاملة أو احتمال سنتين ما ترجعوا، يعني الأمور صعبة. وبالتوفيق إن شاء الله لكم ولكل الأندية اللي عم بتحارب لشبح الهبوط. وكمان من مباراة الدوري السوري، تعادل نادي الجزيرة أمام نادي النوعيه 0-0. برافو لنادي الجزيرة، والله العظيم يرفع لكم القبعة احتراما، لأني ناقصين لاعبين وناقصين إداريين عم تقدموا مباريات جميلة ومباريات بتليق باسم ناديكم، وعندكم شيء مهم. والله لو اتحاد الرياض العام أو اتحاد كرة القدم يدعموكم بمال، والله راح تاخذوا الدوري
وبكل فخر، لاني انتم عم تلعبوا القميص والشعار النادي. مثل ما حكينا انتهت المباراه 0-0. كمان الاسبوع الماضي نادي الجزيره حقق فوز تعادل مهم امام نادي الوحده 2-2، وشفنا بالاسبوع الماضي يعني مشان ما نعيد ونكرر كل النتائج ذكرناها بالفيديو الماضي اذا تحبوا ترجعوا له. فاذا هارد لك للطرفين، بهالنتيجه تنتهي المباراه مثل ما حكينا 0-0. كمان من مباراة الأسبوع الـ 18 فوز نادي حطين على نادي الفتوه 4-1. سجل أهداف نادي حطين حسين جويد، مارديك مارديكيان، عبد الرزاق الحسين المخضرم الماسترو الخبير شو ما بدك تسميه، والهدف الأخير سجله عز الدين عوض، وسجل هدف نادي الفتوه الوحيد وسيم راحت عن بالي كنيتو ما مسجل هون، أنا آسف. بهالنتيجة تنتهي المباراة 4-1 لصالح نادي حطين. ألف ألف مبروك لعشاق نادي حطين الحوت الأزرق، وهارد لك للأرزوري لنادي الفتوة. إن شاء الله تعالى بتعوضوا في المباراة القادمة، ولكن التعويض صعب كل ما الدوري تقرب للانتهاء وأنتوا مقتربين للهبوط للدرجة الأولى. إن شاء الله بالتوفيق بالمباراة القادمة. وعكس توقعاتي انا اللي توقعته بالفيديو الماضي، اذا تحبوا ترجعوا للفيديو حكيت انه راح يكون في مفاجآت. ابدا ابدا ما كان في مفاجآت. فوز نادي الجيش على الساحل 4-0، نتيجة كارثية. يمكن اول مرة نادي الساحل عم يخسر على ارضه وبين من عدا جمهوره، يعني بهالنتيجة الثقيلة من اول ما طلع على دوري الدرجة الممتازة لحتى اللحظة هاي ما خسر ولا مباراة. سجل أهداف نادي الجيش ورد السلامي المتألق، صار في المباراة الماضية سجل هدف، وبهالمباراة كمان سجل هدف، والهدف الثاني أحمد ما بعرف شو كنيته الخضري ما بعرف شو اسمه، الهدف الثالث مؤمن ناجي، وقصي حبيب من ركلة حرة مباشرة كمان سجل هدف. بالتوفيق إن شاء الله للفريقين، وألف ألف مبروك لنادي الجيش الزعيم، وهارد لك للساحل. كمان لازم يتداركوا امورهم، وضع النادي كتير كتير صعب، ازمه ماليه وما راح احكي زياده. بالتوفيق ان شاء الله للفريقين بقادمات الايام. وكمان من مباراه الاسبوع ال 18 فوز نادي الكرامه على الطليعة اعصار العاصي 1-0. كمان ما كنت اتوقع هالنتيجة، كنت بتوقع فوز نادي الطليعة على الكرامة، ولكن صار بالعكس، فوز نادي الكرامة 1-0 على الطليعة. سجل هدف نادي الكرامة المخضرم احمد العمير كمان بالاسبوع الماضي سجل هدف، وبهذا الاسبوع رجع سجل هدف ثاني. الف الف مبروك عشاق نادي الكرامة وإدارة نادي الكرامة، وهارد لك لإعصار العاصي الطليعة. طبعا الهدف كان خطأ من حارس خالد حاج عثمان، بالفيديو الماضي حكيت عليه، هو معلم هو معلم للأمانة، بس سبحان الله بتخيب وبتصيب أحيانا مع الإنسان. مثل ما حكينا بالتوفيق إن شاء الله للفريقين بقادمات الأيام. الوحدة وما أدراك ما الوحدة، ضربتين جزاء خلال الأسبوع الماضي وهذا الأسبوع. فوز نادي الوحدة على الشرطة 1-0، سجل هدف نادي الوحدة الوحيد عبد الرحمن بركات من ضربة جزاء. ألف مبروك للوحدة، مثل ما حكينا بالأسبوع الماضي تحصل على ضربة جزاء، وهذا الأسبوع كمان أخذ ضربة جزاء، ثلاث نقاط مهمات. مبروك للوحدة وهارد لك للشرطة. واخر مباراه المرحله قمه بكل معنى الكلمه، فوز نادي الوسبه. يعني انا توقعت بالاسبوع بالفيديو الماضي وانا توقعت بالفيديو الماضي راح يكون كفه نادي الوسبه هي الارجح، يعني توقع واحد زبط معي. فوز نادي الوسبه على نادي تشرين المتصدر 2-0. سجل اهداف نادي الوسبه هادي المصري المتألق يعني الأسبوع الماضي كمان سجل هدف، وهذا الأسبوع كمان سجل هدف، والهدف الثاني حسب من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صفحة الدوري السوري الموثقة،
حسن او زينب خطا في مرماه، ما بعرف، انا اسف اذا في غلط. فاذا تنتهي المباراه 2-0 لصالح نادي الوسبي، نقطه واحده فارق بين الوسبي وتشرين، وحكينا بالفيديو الماضي باخر الاسابيع بتعرقل شو الصور له ما بعرف، وهذا تاكيدا لكلامي. نادي تشرين لازم يظبط وضعه، لاني الجايات اقوى من الرايحات، لان عندك مع الاتحاد، عندك الديربي، وعندك مباريات قويه جدا. وكمان الوسبي الاسبوع الجاي عنده مباراه مع الوحده، الصراحه اصحاب ضربات الجزاء، وراح نشوف ترتيب العام كيف صار بعد انتهاء مباراه الاسبوع ال 18، وراح نرجع. فإذا هذا هو ترتيب الأسبوع على 18. الأسبوع الجاي مباراة نارية حماسية. إذا بتكون فيديو اكتبوا لنا بالتعليقات، أعمل فيديو كمان يكون خفيف، وإن شاء الله يكون هذا الفيديو خفيف عليكم شوي. ما بعرف اليوم حركاتي زايدة، ما بعرف، فرحتي للاتحاد وفرحتي لعودة الدوري السوري. إن شاء الله نطول عليكم. بالنهاية تبقى ألف خير وصحة وسلامة. السلام عليكم متابعين قناة سما سبورت، اعطونا لايك واشتركوا القناة وفعلوا زر الجرس، ومشان تعرفوا كل الاخبار العاجله اشتركوا معنا على تليجرام، الرابط موجود بالوصف وايضا مثبت باول تعليق. تبقى بخير وصحه وسلامه. السلام عليكم متابعين قناه سما سبورت.